خالتي خواتاتي، السلام عليكم. معنا أخويا أمين تحياتي خوفان، اخويا، ربي يحفظك ان ومعكم شاء الله. سلطان الوليات. اليوم إن شاء الله نكمل لكم الحلقة اللي كنت دايرها في الحلقة في الباج اللي مع الأمين، حكيت فيها من الهيكاب كيفاش هبطت حتى السبة اللي خلاتني نخرج من الإنجليز باش نعاود نرجع لاوروبا لفرنسا بالتحديد، من بعد برشلونه من بعد رجعت لفرنسا. سما دوكاتيك اعطيت الكلمه لخويا امين. امين قديمه ليا غربه وعنده تجربه احسن مني، وكان حراك ورا بالوثائق تاعو ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله، يقول عنده تجربه، والتجربه هذه راح يحكيها لكم باش ان شاء الله انتم تستفادوا منها يا الاعزاء. زيرو السنتوره كالعاده، معنا تضربوا دوره مع خونا امين شوفان. لا شوف سيمي، ان شاء الله كي نكون عاود نولي لوكسمبورغ نولي معك ونديروا فيها فيديو داخل كامل ان شاء الله. خويا مرحبا بك. المهم خوتي، بعد الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي، نكملوا الحلقه مع خويا امين. حبسنا في الحلقه اللي فاتت كيفاش الانسان يكري، حبسنا كيفاش يكري. صعيبه يا اخو، صعيبه صعيبه. على هذيك حنا نوصيو الناس، حنا على هذيك نوصيو الناس، كي تلقى كري يا خويا العزيز شد فيها بعشرة يدين، والناس اللي راك كاري معاهم لازم يكون الحديد قياس معاهم، فاهم؟ ما تصرش. شوف الاولى ما تصرش الناس اللي راك عايش معاهم، والزوجه كونك اجور في الواي تاعك، فهمت؟ ثم الا قال لك بار اكزومبل لو 5 تخلص الواي، لو 5 تخلص الواي. من هذا اسباب تاع المشاكل اللي الانسان يتحاوز من الدار. حنا دوكا نجو بشويه يتحاوز خويا. حنا حبسنا في هذيك تاع صحابك اللي كنت كاري معاهم، ثلاثه في الاستوديو واحد راح على برا. واحد راح كرا وحده، قعدنا فيه زوج صح الحاله وساعت، وزدنا شويه مصروف، فهمت؟ ثم الى كنا خلصوا 300 وشي لواحد، ولينا نخلصوا 400 وشي لواحد. ودوك شوف خويا العزيز، كي تكون حراك طيحه ونوضه، فاهم؟ كيما قال لك نهار زقو نهار حلو، نهار زقو نهار حلو. كاين يامات وين كاين الخبز، كاين يامات وين تكون الحتحته، ما كاش الحتحات يكون سكيفي. أعطيك الصحة بارك الله فيك. ما كاش سكيفي الإنسان كي تكونوا هكذا في زوج، حنا رانا في زوج نقسموا الواي. ما عليك يا إنسان واحد وحده يخلص 800 ولا يخلص ولا 700 ولا يخلص ما على باليش أنا شحال، على جال باش يدير الواي، باش يخلص الواي تاعو. وهو حراق صديقون، دوك نقولوا نسبة كبيرة من الحراقة ماشي خدامين، راك فاهم؟ بالك ينافيغي، بالك عنده ديليفري، بالك ما باليش انا. الناس خويا، انا كانوا صحابي كانوا يدوروا قدام منا، وفان دو موا يجي يسلف عليك انت، يا فهمت؟ ما كاع كيف على امين امين تبعني كيف على امين. ما كاع انا تاني كمان، انايا من داك يلحق عليا شهر روح نسلف عند الناس خويا، باش ما نغلطش الناس. ماشي زعما انا نقول لك تما انا ما نسلفش ولا ناس يسلفوا. كيما هذا كيجي يسلف عليا دراهم يقول له الحق عليا الواي، ام خصوني 100 ولا خصوني 200 ولا 150، نقدر انا نعطيه له واش نقدر نعطيه له؟ نقدر نديباني نقول له انا نعطيك غير 50 بار اكزومبل، يجدي يروح عند سلطان يجدي نافيغي 50، يروح يخلص هادي باش يخلص الواي تاعو، باسكو اوبليغاتوار. سيد لو 5 يجي ماش حيجي يقول لك اسمع الا وجدت لي دراهم، لو 5 يجي يقول لك خويا السلام عليكم، يجي يطبطب لك في الدار، يعير لك في التليفون، ولا يهضرش معاك. سيد يجي يدير يدو هكذا يقول لك يقول لك والو، ثم جيتك باش تعطيني دراهمي، ما تغني لي حتى اغنيه، ما تغني اغنيه عندك، ما تفهم روحك خويا. لو 5 الوايد الواي، فهمت؟ ما فيهاش، ما كاش حتى فهم البريوتال تاع الدار، صح. دوك انا واش حبيت نجيك هي المعنى تاع
الكلام تاعك تما كيغلى كيخد صاحبكم غلى تاعتو في زوج غلات عليكم الكريه غلات الكريه غلات صح، لقينا روحنا في غلات صح الكريه. الكريه غلات. وعلاش حسيت لها غاليه الكريه؟ كيفاش عايش حسيتها غالية؟ زادت الكريا، زادت خويا، والخدمة ما كانش. الخدمه ما كاش على شو الاختصاص تاعك انت باش باش ما لقيتش ما عنديش ميتي انا خويا، صح صاحبك صاحبي كان بريكولي ريستوراسيو، صح ما ما عندوش ميت ما عندوش ميتي صح برك. هو كان انت جنبي غضبة شوية، كان يخدم مع واحد الشركة ريستوراسيون انتيك، المهم خلاص ماشي مليح، صح كان خدام صافا. صح واش حب يقول الحياة تبدأ تصعب عليك في الأوروب كي تجي ليها تصعب على الإنسان اللي يجيها بلا ميتي واش حب يقول عبلا ميتي تما، إلا هي كانت صعيبة، إلا كانت صعيبة هي 30% بلا ميتي صعب عليك 100%. 100% كاع وي 100% خويا، نعطيك واحد المثال. صح شفيت انت قلت لي عندي هذا واحد دقيقة بنقطعك برك، شفيت قلت لي عندي واحد، عندي واحد صاحبي او جا عنده ميتي حفاف، فهمت؟ صح انا رحت نحفف عندها واحد شهر هكذاك، نهار قلت لي عندي حفاف تاعي، يعني قاعد معاه ونقصر معاه من هنايا، قلت له كاين واحد خونا من هنايا، قلت له جا قدام من هنايا، قال لي شوف، قال لي نسحق حفاف، والله قال لي نسحق هذا، انا اقول لك حفاف انسان واحد، انا شفت انسان واحد شغل ولي حفاف ديالي ومداصر ونقصر معاه تما كي قصدتو، ما زعما نورمال. قال لي شوف انا نسحق حفاف، قال لي بصح انا تاخذ برايي، ما تدخلش روحك، ما تجيبه لي، ما يدخل يخدم باسمك ما والو، قال لي خليه نافيغي زمانو يروح يلقى حفافه. يا قلت له بصح ما عندوش كوارث، قلت له بصح باش نتفاهمو يا، قال لي انا ما كحتاموش، قال لي انا مجميع حفاف خدم معايا ما عندوش كوارث. تما هادي باش نقول صح الميتي واش حاب يقول تما باش حب صح يقول، صباح حب يقول باللي ما عندوش كوارث خويا، بلا ميتي بالميتي ما يتنغبنش، تخدم بلومبي تروح تلقى خدمة بلومبي، يدخلك تخدم، تخدم حفاف سور تبدا تخدم، صباغ فيها وعليها قاعد تسنى، ماسون تخدم، ميكانيسيان تخدم، كاين واحد ليميتي عزاز 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 عزاز، عندك شما عندك عندك حاجة سمعنا ما خدمتك سمعنا اكزومبل سمعني واش مسح الناس باش دير في البلاد كي تسمي انت اللي بغيت تلبح على اللي حبيت الانسان نشوفه. مطلوبين في اوروبا اللي مطلوبين في اوروبا خويا، وما نعرفوهم كاع، ما في البلاد، في البلاد يعرفوهم خويا، واحد ما يغني لك، واحد ما علاش باكش. راهم منا حنا البروبلام دوك البروبلام، ما نهضروا باش نهضروا، لا لا، وشنو شغل كيما حنا جينا راسنا يابس، ما حنا ما كانوش عندنا لي لايف الوقت اللي هجرنا فيه، ما كانوش عندنا لي لايف واليوتيوب لنا والناس تمد وتمد الناس النصيحة، بصح كانوا عندنا أصحابنا في الغربة، عندنا ولاد حومتنا اللي كانوا يجيو اللي تما زماقراك فاهم، اللي خادمين كوارطهم يهبطوا منا، كانوا يوصيونا اسمع بالك ما تخممش، ما انت ماكش طالع تقول له بك راني حاب نطلع، راني حاب نهجر نروح نعيش ليه، ندير حياتي ندير كارير منه، يقول لك راك حاب تروح، راك حاب تهجر حاجه مليحه، بصح وشنو دي معاك ميتي، ما تروحش هكذاك بيديك فارغ يعني. وانت يا شغل من بعد قال تملي تولي تفكر هذيك الهضره اخويا. بارك الله فيك لأن انت محي قطعك راجل زين وش الحوايج اللي تنصح الشباب يديروهم الحرفة اللي يديروها الله يجازيك خير قولوا منك ثلاثة ولا أربعة مش رخيصة ميكانيسيان حفاف واحدة بلومبي ماسون، لا ما لا ما صدري ماسون حفاف إكتريسيا ماسون إكتريسيا أوتو إكتريسيا باتيمو حفاف قولي ميكاني، شوف وش رأيك حفاف هادو تخدم ماشي ما تخدمش، يعني نقول لك دوك انت
دوك ياك تقولي الكتريسيان باطيمو ولا الكتريسيان اوتو ولا تخدم بصح تقعد توجور ديبوندي للناس، ما تخدم مع الناس، يديك يخدمك في شونطي يعطي لك 80 اورو النهار. صح تخدم تسلك، انت عندك الكتريسيان باطيمو خير ملي ما عندك والو، عندك صباغ تخدم انت صباغ تصبغ ديور تعرف الميتي هذا، خير ملي ما عندك والو. بصح انا نقول لك لي دوموندي وتقدر تخدم انت روحك، ثم ما عندكش كوارث حاجه ما تبدل فيك راك فاهم، تطلع من غدوه توصل تدخل فرنسا تبدا تنافيغي. كيفاش بدا تنافيغي؟ عندك حفاف، عندك حفاف تروح تحكم كرسي تاعك يدخلك تخدم، تجيب له ورقه مدرحه تعطيها له من هنايا هو يخليها عنده كاو كاش كونترول، ولا يعطي لك الكرسي تاعك تحفيفه اخويا 15 اورو تقسموها على زوج، تقسموها هو يدي 7 اورو 50 ده دي 7 اورو 50، تخدم 10 10 ريسان في النهار 75 20 راس عندك 150 اورو في النهار خويا. وانت ماشي. انت خير مني، انت ما عندك لي زامبو تخلصهم، ما عندك انت كلش فايده، انت تديهم ليكيد، انت تديهم ليكيد. بار كونتر واحد عنده كوارت ما يديهمش ليكيد، 150 نقول لك شحال، لا 150 شحال ينحيوا لك منهم 25 25 و50 ينحيوا لك منهم واحد 37 اورو، ثم في ال 150 اورو انا لو كان نخدم دوكا 150 اورو نحي من يديو لي منهم 37 اورو، ثم انايا ندي 113 اورو 113 اورو وانا انا خلصت 150 اورو. بصح انت حراك تديهم كاش، تديهم ورقه، تدي 150 اورو دايرها فيها ميتي. كاس ما خلص لي الدم. بارك الله فيك، انت ما تخلص والو. حفاف ميكانيسيا تجي لهنا عندك حرفه في يدك تعرف تخدم ميكانيك من هنايا، تجي صح بالك ايامات الاولين تصعب لك شويه اللوح، ميكانيك تجي لهنايا توصل تصطالي روحك، راك صطاليت روحك بيا، عندك دار معاك شي واحد صحابك منها انت راك كاري معاهم سي بون، واي تاعك اجور تبدا دير تا واش دير. ومن بعد تروح تشري ماتريال، تشري شويه ماتريال اللي تخدم به، بواطا اوتي كريك دوزان ليكلي من تشريهم نقولو 500 الف اورو 800 اورو، تشري كاع الماتريال اللي تحقو راك حطو في الدار خويا. يا لو كان تحطو تحت السرير ديالك، السرير تاعك تحط تحتها الماتريال. ما عارف انا واش راني نحكي، ثم شفت بعيني يعني، انا عندي صحابي حراقه لي ميكانيسيان هكذا العقلية، الله غالب داير كواجو تحت السرة تاعو خويا يحط دوزانو. إلا كان ستوديو صغير نحكي لك تما في حالة ما إذا راكو كاريين ستوديو صغير، وتبدا تعرف الناس قال هاو لك لامين خصاتو يبدل شان ديستريبيسيون جي تبدلها لي انت، وإلا القوري حاشاكم إلا القوري يبدلها ب 200 أورو انت تبدلها ب 100 120، اومبرياج الناس يبدلوه ب 200 250 انت تبدلو 150 120، ثم تخدم اومبرياج تخدم اومبرياج وتخدم تخدم اومبرياج وتخدم شان ديستريبيسيون تحط 300 في جيبك خلاص نغلق انا الريدو. السلام عليكم، نروح خويا نضرب بيشا ندوش انتيك، نروح نقضي دوزاني ماكلتي دراهم تاع الواير محطوطين تكوتي قدا دراهم لي يروحوا للميم تي راهم محطوطين تكوتي خويا، ومن بعد راك تحشر دراهم راك دير لي بروجي تاعك، تحب تعرف ما تحب تعرف. ونزيد لكم حاجه خاوتي ثانيك، حاجه تري زامبورطون هادي سلطان، حاجه تري تري زامبورطون خاوتي. دوك نتايا دوك انايا واحد يكون ما عندوش كوار او جا جديد، كيفاش حتعرف مدام اخويا العزيز؟ هنايا ماشي في الجزائر بس بس يا المليحه يا الزله يا الشابه يا كدا، هنا ما يمشيش. لا نهضروا صح خويا، هادي كاع شفناها وكاع نعرفوها سلطان، العقليه في الجزائر هكذا تمشي، تبلا مدام طونوبيل يصوني لها ابي بس بس لها كدا من هنايا. اوه كاين العنف المعنى، ايه كاين اللي يحبوا، كاين الله غالب، كاين اللي ضربت لصقت يحبوا هاد العقلية، وكاين نسا خويا ما دابيها ما تبلعهاش بهاد الطريقة.
براف هذيك في البلاد. شفت بصح هنا، العصيات ما يحبوش. بصح هنا في فرنسا، ماشي في فرنسا، في اوروبا خويا، عبو كانت بسبس الوحده ديجا هما يبسبسوا الكلاب. تسمى باش نكونوا واقعيين خويا، كي تبسبس هنايا القور كيبسبسوا يبسبسوا الكلاب، يا حاشاكم كلابهم كدا، كلب تاعو ولا كلب تاع صاحبه يدير له يا كدا منا ما على باليش. انا انت لو كانت تبسبس المدام برا ولا ما باليش وين تطير عباك شغل، ما ترمو ما تلقاش واش تقول لك، تولي تشوف شغل مهبول يا خو، كابابل دير لك يحبوش ارشيلمون مارو ماركيتاس في بيتا بارك او الله انت فيك. ما كاش من التقاريقه. ثم خاوتي نزيد لكم حاجه، انا نزيد حاجه بلوس هادي يا بونوس خويا، بالميتي الميتي تزيد تلصق به علاقات، يا علاقات. انا عندي واحد صاحبي هنا تونسي والله يا خاوتي يخدم مطوات لا لا يخدم ميكانيسيان تاع مطوات، مطوات يخدم اي با تزوج غير كيما والله. دينا له واحد صاحبي عنده سكوتور طاح له اون بان من ده، رحنا شارجيناه ديناه له، رحت معاه هنايا غادي نقصر معاه نحكي، انا نحب نقصر هكذا ما نقصر منا. قال لي والله راني نوجد في عرسي، قال لي راني لهنا من ده قدام من ده، قلت له بالبركه عليك صافي بليزير يا. ومن بعد كي رحنا صاحبي حكى لي، قال لي تزوج معاه وحده قوريه من ده افير هكذا ميكانيك، جات موطو ما باش لا موطو تاعها ولا تاع صاحبها ولا تاع وليدها ما على باليش. المهم عرفها لتما، دار معاها علاقة وخلاصت بالزواج، ما فهمت؟ شاء الله. تما دوك انت حفاف راك شتا هنا سلطان، هنا حفاف يجيبوا ولادهم تجي ما على باليش انايا، وحدة تجيب وليدها تقدر تجي مع صحبتها. انا حفاف ماشي كيما في البلاد تخدم غير الرجال، انا تقدر تدخل الحفاف تلقى ثلاث مدامات و يحفوا، لا يحفوا لاولادهم يجيبوا، لا دقيقه باك ندير شارجي للايربود، يا يحفوا لاولادهم يجيبوا اولادهم. وانا من هي اسمها شحال يقول الميتي، شغل تخلي الميتي هذه، تخلي الميتي عزيزه تخليك بارك الله تعرف فيك، دير عالم انفام دير عالم انفام، تقدر دير علاقة، تخليك دير علاقه. ومام المراه تعرفك بلي انت سيريو انسان بيان خدام سور ومسؤول. خويا، سي تري بيان سور خو، هادي تعاونك خويا. انت غدوة تجيك مدام ما تخدم لها طونوبيل ولا تخدم لها انت ماسون تخدم لها دار حق. سي فري قالها لي واحد البلعبات عرفته في الانجليز، قال لي الميتي هي المليحه يا